لك ويعلن الكابتن أسامة عرابي الأفضل في اختيارات كرة بلدنا اللي بينتظروا الملايين. خلينا أقول لكم يوم الخميس القادم إن شاء الله أو تم تأجيل الدوري طبعا شهر كامل 18 أكتوبر الساعة 3 في الجولة السابعة ستنطلق في المجموعة الأولى الممتاز به أسوان والتحرير قمة أسوان، شباب نصر ملاوي مع تليفونات بني سويف، ديروط مع طهطة، النصر للتعدين مع الفيوم، بني سويف مع الولادية، سوهاج مع الألمنيوم قمة الجولة، والألمنيوم طبعا الجريح وأول مباراة لأشرف عرب والإعلاميين والمنيا. خلينا نقول أن فريق أسوان مع الكابتن مجدي عبد العاطي بيسعى في قمة التحرير قمة أسوان أنه يحافظ على حظوظه في الصدارة، ومباراة تعد سهلة، ولكن محمد عبد الله سيكون له كلمة أخرى المدير الفني للتحرير في هذه الجولة. شباب نصر ملوي كمان من الفرق المحترمة جدا، عندنا شباب نصر ملوي كابتن طارق السكران المحترم هيحاول يعوض خسارته خارج ملعبه في مع تليفونات بني سويف مع المحترم الكابتن أيمن الجمل اللي عامل موسم أكتر من هايل مع تليفونات بني سويف. أما فريق ديروط الكابتن عماد سمير الدكتور عماد سمير صاحب الحصان الاسود اللي ملوش حل هيلتقي طهطا مع اسامه البلم، اسامه البلم هيحاول يعوض هزيمته على ملعبه، ولكن عماد سمير شرس جدا على ملعبه ومن افضل مدربين هذه المجموعه. النصر للتعدين مع الكابتن عطيه صابر ابن الاسماعيليه ماشي كويس جدا جدا، هيلاقي الفيوم اللي ماشى من عنده الكابتن وائل الأباني والفريق مترنح، ولكن بركات إبراهيم المدير الفني الجديد بيسعى إلى أنه يحافظ على فريق الفيوم في هذا الدوري. بني سويف مع الكابتن محمد يوسف بينافس بقوة، هيلاقي الولادية والولادية الكابتن عمر حلمي عامل معاهم لغاية دلوقتي موسم كويس رغم ضعف الإمكانيات. أما سوهاج مع الكابتن عصام مرعي فما زال يبحث عن هويته ويلاقي الألمنيوم في ملعبه في استاد سوهاج، أشرف عرب يحاول أن يخطف حتى نقطة من استاد سوهاج. أما الإعلاميين اللي دخل هذه المباراة بمدير فني جديد الكابتن جميل حلمي بعد أن تم تصعيد الكابتن طارق اللي كان مدير فني مشرف، الكابتن ضياء درويش معذره كان مدير فني تم تصعيده مشرف عام على الكوره، وجميل حلمي مسك الفرقه هيلاقي الكبير المحترم طارق السيد صاحب اقوى هجوم في القسم الثاني في الثلاث مجموعات حتى الان برصيد 17 هدف في ثلاث فراودة في هدافين المجموعات الثلاثه، صاحب اقوى هجوم في المجموعه الاولى معذره، صاحب اقوى هجوم في الثلاث مجموعات 17 هدف طارق السيد. طيب الاستاذ ماجد اسماعيل بيقول لي اقوى هجوم في المجموعات الثلاثه. طيب كابتن اسامه عرابي يعلن عليكم الافضل في المجموعه الاولى، اتفضل يا كابتن اسامه. افضل لاعب حسن طارق مهاجم اسوان بعد ما احرز اربع اهداف في مرمى سوبر هاتريك. سوبر هاتريك فطبعا مبروك ليه. افضل هدف احمد عصام صانع العاب المنيا، مبروك يا ابو حميد. مبروك طبعا بعد ما كسبوا 4-0. افضل بديل محمد علي صانع العاب بني سويف وكان نزل في الدقيقه 28 من عمر المباراه، وبني سويف كان متاخر بهدفين وقدر يجيب هدفين وصنع قلب الماتش. يعني على فكره دي تغييره تحسب لمحمد يوسف طبعا، وتحسب للاعب اللي كفأ مديره الفني. مفيش بيقول لك قلب الماتش راسا على عقب طبعا، مفيش شك في مبروك يا محمد يا علي. مفيش شك طبعا البديل لما بيكون قاعد مصحصح زي ما بيقولوا بلغه كره القدم بيبقى مهم جدا، لانه البديل زيه زي الاساسي بالظبط. برافو عليك. يعني في لعيبه مش واخده بالها من الموضوع ده، البديل زيه زي الاساسي بالظبط خصوصا مع المدربين الكبار طبعا. افضل حارس عبد الكافي رجب حارس المنيا، متالق في المباريات الاخيره كلها مع المنيا. عبد الكافي رجب ابنك من ابناء النادي طبعا الأهلي. طبعا وعلى طبعا فكره مش اول مره يطلع الافضل، واحد من افضل الحراس في المجموعات الثلاثه. طبعا حارس جيد ومن ومنياوي هو اصلا من ناشئين النادي الاهلي، مبروك ليه. افضل حكم محمود ناجي حكم مباراه الالمنيوم وبني سويف، وطبعا طبعا منطقه الغربيه عمل ماتش حلو، مباراه كويسه قوي رغم المباراه كانت عصبيه يعني. افضل مدير فني محمد يوسف المدير الفني لبني سويف بعد ما حول نتيجه هزيمته في الالومنيوم
لنتيجة فوز 5-2 في ملعب الألمونيوم. 2-0 إلى 5-2 واحدة من أفضل النتائج على الإطلاق يمكن على مستوى الممتاز بهذا الأسبوع السادس. طيب خلينا نقول ألو لأفضل مجد.